وقع وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري ووزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بالمجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين للأعوام 2024 و2025 و2026 في إطار جهود الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير قطاع السياحة بما يحقق الفائدة المتبادلة. وأكد وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الكويت لتعزيز التعاون الخليجي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. الرؤية التنموية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة البحرين لتعزيز التعاون الخليجي تتجلى في أبهى صورها، وذلك من خلال توقيع وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري ووزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومتي البلدين للأعوام 2024-2025 و2026 في إطار جهود الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير قطاع السياحة بما يحقق الفائدة المتبادلة بين البلدين الشقيقين. سعداء جدا بكل أمانة بزيارة معالي الأخت الفاضلة فاطمة الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين الشقيقة، وهذه الزيارة تأتي بترجمة وتوجيهات سامية لحضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله ورعاهم، لترجمة الاستفادة من التبادل والزيارات التخصصية خاصة تتكلم في مجال السياحة. هذه الاتفاقيات تعزز دائما أن يكون هناك تجارب ناجحة ويكون هناك معلومات نتبادلها فيما بيننا، ويكون هناك توحيد للجهود حتى نعظم هذه الاستفادة ونعزز الخطة الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي بأن السياحة البينية تكون منهج لدولنا والاستفادة ما يتميز فيه كل دولة خليجية، ويكون هناك تنسيق مستمر حتى يكون أي زيارة أي تعزيز أي ارتفاع في مستوى أداء في المجال السياحي نحققه. هذه الزيارات دائما تعزز تقارب الأفكار، إحنا الأفكار تتوارد فيما بيننا، ولكن اليوم كيفية أن نترجم هذه الأفكار التي تتوارد فيما بيننا بخطة تنفيذية ترتبط في منهجية وترتبط برؤية استراتيجية واضحة. طبعا بداية نشكر دولة الكويت ونشكر أخي معالي الوزير الإعلام والثقافة على حفاوة الاستقبال، واليوم إحنا موجودين في وزارة الإعلام لتوقيع اتفاقية جدا مهمة اللي هو البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي بين مملكة البحرين ودولة الكويت. طبعا البرنامج التنفيذي اللي تم توقيعه اليوم يعكس رؤية البلدين لتعزيز السياحة وتنمية القطاع السياحي من ناحية النمو الاقتصادي في البلدين، وهذا يعكس رؤية مملكة البحرين وأيضا دولة الكويت لتعزيز الترويج السياحي المشترك ليس فقط بين البلدين ولكن أيضا في دول مجلس التعاون والترويج لها كوجهة سياحية موحدة لتعزيز مكانة هذه الدول في الخارطة السياحية العالمية. اتفاقية التعاون المشترك في قطاع السياحة تتضمن تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالتسويق السياحي وتنظيم فعاليات سياحية مشتركة وتعزيز برامج الترويج السياحي البيني بين دول مجلس التعاون الخليجي. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تطوير الكوادر العاملة في القطاع السياحي عبر تنظيم ورش عمل متخصصة وتبادل زيارات الخبراء بين البلدين. نهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة لمواكبة أحدث التطورات في مجال السياحة والفندقة. تعزيز التعاون السياحي بين دولة الكويت ومملكة البحرين يهدف إلى خلق منظومة سياحية خليجية تكاملية بما يعزز اقتصاد المنطقة. شراكة كبيرة وحقيقية بين دولة الكويت ومملكة البحرين في مختلف الجوانب التنموية لا سيما في مجال القطاع السياحي، تكريسا للرؤية التنموية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة. فهد التركي، قناة الأخبار.